غزة سيكون وضعها قاسي وصعب وأسود. الآن خرجت الجماهير وعبرت عن ضمير الأمة وهي مشكورة وهي فوق الرأس، لكن غزة الآن تحتاج إلى أكثر من ذلك، تحتاج على الأقل للوقود والإسعافات الطبية اللي يتم التمكن من علاج الجرحى لتستمر المشافي في العمل. إذا لم يدخل الوقود والمستلزمات الطبية سينهار القطاع الصحي بشكل كامل، وإلى اليوم وهذا هذه يعني أن المساعدات والإغاثات لما هيش قاعدة توصل معناها اليوم لسكان غزة عماد والفلسطينيين. إسرائيل تسيطر على جميع المعابر، وبقي معبر رفح فقط الذي يربط قطاع غزة بمصر، وهذا المعبر أغلق منذ 3 أيام عندما قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف طريق إليه. وتهديد إسرائيلي لمصر، إذا أدخلت شاحنات سنقوم بخصفها. الآن هناك شاحنات مصرية في مدينة العريش المصرية تنتظر الإذن بالدخول، ونأمل من دولة عظيمة كمصر أن تدخل خط الإمداد لغزة حتى لا ينهار القطاع الصحي على الأقل. فقط سؤال زميلنا عماد عيد، وأختم معك بهذا السؤال، ما هي ردود فعل الشارع الفلسطيني فيما يتعلق بالموقف المصري فيما يتعلق بمعبر رفح عماد؟ والحقيقة المنظمات الحقوقية والمواطنون الفلسطينيون يعني يدعون مصر لفتح المعبر بشكل عاجل وعدم الاستسلام للإرادة الإسرائيلية. ومصر تقول أنها جاهزة لفتح المعبر، لكن هناك خطر يتعلق بالجانب الفلسطيني. والمواطنون في غزة يقولون أن مصر دولة عظيمة وكبرى، بإمكانها أن تدخل الشاحنات وترفع عليها العلم المصري، ولتجرؤ إسرائيل على قصف هذه الشاحنات. لا أمل الآن لغزة إلا عبر البوابة المصرية، وهذه بوابة لها سيادة مصرية ويجب أن تفتح هذه البوابة. هذا هو رأي الشارع الفلسطيني. هناك أيضا بعض الفلسطينيين يحملون جنسيات أجنبية كانوا في غزة، يريدون السفر غير قادرين على السفر، يصلون إلى المعبر يوميا ويعودون. هناك يعني هناك جرحى كان من المفترض أن يسافروا إلى مصر لتلقي العلاج أيضا ممنوعون. يعني فالنداء نداء كبير من غزة لمصر أن تفتح أبواب المعبر. شكرا لك زميلنا عماد عيد صحفي من غزة على التدخل معنا، على كل هذه المعطيات، كل التضامن، كل الدعم، نقولها ألف مرة معاكم مع الشعب الفلسطيني. طارق الكحلاوي يقول لك لا أمل لفلسطين إلا عبر البوابة المصرية، نداءات متكررة لدولة مصر.